مشاهدينا بدي احييكم وين ما كنتوا عم بتابعوا الحل عنا عبر الام تي في. ما في شيء ما له حل، ولكن لنوصل لحل كلنا بدنا نساهم. والحل الوحيد اليوم امام كل اللبنانيين هو التزام بيوتهم اذا مش مضطرين يطلعوا. بقدر ما بنمتزل ما بنلتزم منازلنا، بقدر ما بنوفر ايام ونوفر شهور يمكن حتى نحمي حالنا ونحمي كل يلي بنحبهم حوالينا. قداسة البابا فرانسيس أوكل الكرة الأرضية وكل الشعوب اليوم لحماية مريم العذراء، ونحن لبنان طبعا بحماية سيدة حريسة وبحماية كل القديسين. نحن ما لازم أبدا نفقد أي أمل بالحياة، ولكن لازم دايما نفكر أنه باللي حوالينا وبكل التعليمات يلي عم تنعطى حتى نسلم ونقطع هالمرحلة. معلومة التنين كان ضيفنا الباحث في الأمراض الجرثومية دكتور سامر صقر، واتفقت معه قلت له بس تعرف أي شيء إيجابي جديد بيتعلق بالكورونا دغري اتصل فينا، وهيك صار امبارح بالليل. واليوم إن شاء الله تكون المعلومة اللي رح يعطينا إياها هي بداية لحل هالوباء يلي اليوم شاغل الكرة الأرضية. دكتور سامر صقر يعطيك العافية. صباح الخير مدام أبو ناظر. بعرف دايماً عم بتتابع شو عم بيصير بالعالم على صعيد الأبحاث العلمية اللي عم بتصير بالمختبرات مع باحثين لهذا الوباء، شو الجديد يلي حضرتك حصلت عليه؟ أنا بداية بشكرك أنك استضفتيني اليوم عبر الهاتف لنوصل هيدي المعلومة يلي وصلت لي أنا مبارح 10:45 مساءً. المعلومة هي التالية، بإحدى مستشفيات فرنسا بإشراف بروفيسور ديدييه راولت يلي كان عند الحظ اشتغل بمختبراته بفترة من الفترات، عملوا التالي 24 مريض معهم كوفيد 19، عطيوهن علاج يوميا على فترة 6 أيام، شفي منه كليا 75%، يعني 18 مريض. في ذات الوقت مدام أبو ناظر يلي ما تلقوا أي علاج غير مخفض للحرارة 90% منهم بعدهم حاملين هيدا الفيروس. بيقول البروفيسور ديدييه راولت إنه هيدا إنجاز يدعي للتفاؤل. نزيد بما إنه عم نحكي على التفاؤل، التفاؤل طبعا مبني على العلم، مثل ما الحذر لازم يكون مبني على العلم. هيدا العلاج هو اوريدي اخذ الابروفل تبع الاف دي اي، يعني اذا ثبتت هيدي الاحصاءات مع كميه مصابين تجاوبوا مثل ما تجاوبوا ال 75%، التدابير الاداريه يلي بياخذها كل دواء ليصير مناسب لعلاج معين حتكون كثير سريعه، بما انه هو اوريدي متوفر واخذ ابروفل من الاف دي اي، لانه كان يستعمل وبعده يستعمل لعلاج أمراض تانية وسعره مقبول. فحبيت من خلال شاشتك مثل ما حكينا من يومين على أرقام وتفاصيل اللي كان بتوجه للحذر أو بتوجه للتفاؤل، حبيت شارككم هيدي المعلومة يلي موثقة وصلت لمبارح 10:45 مساء. شكرا دكتور سامر صقر، ولكن نحن اليوم بندعي دائما اكيد التفاؤل دائما موجود، ولكن حضرتك مع انه التزام المنازل في حال ما يعني ما في اي ضروره؟ انا مع تطبيق الاجراءات يلي عنوانها اذا منا مضطرين نتعامل مع اي انسان بهالظروف اللي نحن فيها نلزم البيت، لانه لو شو ما تم من انتاجيه باللقاح او بالعلاج لنحن نقدر نساعد الطب لازم نكون ملتزمين باجراءات الحمايه لعدم التفشي هيدا الكوفيد 19. شكرا دكتور سامر صقر، وبنبدا بالمتابعات. دكتور يحيى خميس مدير العام لتعاونية موظفي الدولة يعطيك العافية، وكل العاملين معك بالتعاونية يلي ما غبتوا ولا نهار. دكتور يحيى أنا معك.
يعطيك العافية لك وكل العاملين بالتعاونية اللي ما غبتوا ولا نهار حتى تأمنوا القدر الممكن من الخدمات للموظفي تعاونية الدولة. معك أنا معك دكتور. اليوم تعاونية أخذت إجراءات حتى ما تكون بعيدة عن القطاع العام يلي بيستفيد من خدماتها، ياريت بتخبرنا شو هي أهم الإجراءات وشو هي الخدمات المتوفرة حاليا. يعطيك العافية ست ريبيكا وتحياتي للمشاهدين. نحن فعلا مثل ما تفضلت التعاونية لم تتوقف ولا يوم عن متابعة شؤون المستفيدين من خدماتها. طبعا بعد قرار مجلس الوزراء الأخير وإعلان التعبئة العامة، وبالتأكيد كنا متوقعين استثناء التعاونية من ضمن المؤسسات المستثنات، وإلى حد ما كنا يعني جاهزين للتعاطي مع هذا الأمر كما يتطلب الأمر. يوم الاثنين صباحا ابتدأنا بأخذ الإجراءات المناسبة، واضطرينا بالتأكيد لنأخذ بعض التوقيفات لبعض الخدمات مش ملحة وطارئة، وأبقينا على كل شيء ضروري وطارئ وملح. وكان في تعميم صدر صباح الاثنين رقم 3 على 2020 نعم على وسائل الإعلام. فيني اختصره أنا، أول شيء بإبقاء تسيير معاملات الاستشفاء في المستشفيات وبشكل طبيعي بدون أي تلكؤ أو بدون أي تقييد، ولكن كان في تمني بهذا التعميم أو طلب إذا صح التعبير. عم نطلب من المستفيدين أنه ما يفوتوا على الحالات الباردة اللي بتحمل التأجيل. وهذا الطلب يعني كان عم ينطلق من مسألتين، الأولى التخفيف على المستشفيات من حالات يمكن تأجيلها ساحا بالمجال إلى التعاطي مع الحالة الطارئة اللي هي الكورونا، وقد ما في هون يعني يفتحوا مجال لهذا الأمر. والمنطلق الثاني أنه نخفف اكتظاظ في التعاونية ومباني التعاونية للناس، حرصا على سلامة الوافد وحرصا على سلامة الموظف. وهذا الإجراء يعني ماشي على قدم وساق، وفي التزام كثير كبير من قبل الموظفين ومن قبل المستفيدين. اثنين، أبقينا بالتأكيد على لجان كل اللجان الضرورية، لجنة الأمراض المستعصية اللي تعطي موافقات على الأدوية أم أدوية الأمراض المستعصية والسرطانية، إن كان اللي نحن بنوزعها بالتعاونية بمقرنا بالكارنتينا يوم الثلاثاء، ولا الأدوية اللي مش متوفرة عنا فيها بنعطي عليها إذا غالي سلف وأكيد موافقات وماشي الأمور كما يجب. يوم الثلاثاء برجع بذكر لكل اللي بيستفيدوا من هذه الخدمة، لكل المرضى اللي عندهم هاي الأدوية ينزلوا يوم الثلاثاء لأخذ أدويتهم. كمان يعني أمراض القلب، اليوم الأربعاء أن لجنة القلب كانت عم تشتغل وإجا حالات كمان وأخذت الموافقات المطلوبة على أكمل وجه. هلق يبقى يعني بعض القيود اللي انحطت. المساعدات المرضية، مساعدات المرضية كونها منا ملحة يعني نتقدمت اليوم ولا بعد 10 أيام منا مشكلة. حتى في مساعدات مرضية يعني قبل يعني كمان واقفة بعض، وفي ناس عم تتابعنا فيها المساعدات المرضية اللي كانت مقدمة، هذه مقدمة في شيء منها مدروس وجاهز، وفي شيء منها بعده يعني بطور إعداد المشاريع اللازمة. بس ما كمان نحن اللي بيشتغلوا بهذا القطاع أو بهذه الدائرة المساعدات المرضية هودي يعني عددهم مش قليل، وبناء يعني لفكرة الأساسية أنه الحالات الضرورية تتأمن، فما فينا نجيبهم كمان ونعرضهم بالخطر هن واللي الوافدين. ولكن تركنا مجال اللي بحب يرسل مساعدته عبر عبر الليبون بوست، منشجع نحن على هذا التدبير وبتمنى انه يتم التجاوب معه. وبالتاكيد لما نخلص من هذه الازمه وان شاء الله ما تطول، بالتاكيد راح يصير في تكثيف للجهود لانجاز المعاملات المقدمه على اكمل واسرع وجه.
وهون بحب أشير لقرار مجلس الإدارة كمان بالتعميم مذكور أنه نحن أصبحنا رقم 89 على 2020. نعم في إسقاط للمهل. نعم. يعني كل شيء له علاقة بالمهل الزمنية والقيود أنه خلال 6 أشهر بتسقط الفاتورة أو إلى آخره، وأكيد المستفيدين بيعرفوا عن شو عم بحكي. كل هذه المهل ما عادش عم تقيد فيها لحتى تختص هذا الوباء وهذا هاي الأزمة الداهمة اللي حصلت. فأي أنواع من المهل منشان ما عدتها كلها تعتبر هلق ملغية أو ساقطة إلى حين الانتهاء من أسباب حدوث هذه القرارات. حتى دكتور يحيى بالقرار كمان اعتبار صورتي سي بي سي تي والبانوراميك اللي تخطوا مهلة الشهر مشمولين يمكن كمان بالعذر صحيح. المشروع صحيح صحيح حوضي إلهم مهلة شهر كمان هذه بتتوقف، يعني سنأخذ بالصورة حتى لو كان تاريخها يتجاوز الشهر. كتير منيح. بتحب تقول شيء دكتور خميس لكل المضمونين اليوم بيستفيدوا يعني من تعاونية موظفي الدولة؟ بحب أكيد وجه لهم ضحية كما لكل اللي عم يسمعنا، وبحب أقول لهم أنه التعاونية مثل ما عودتهم ستتابع عملها، وبتمنى يتجاوبوا مع النداءات التعاونية وإدارتها، خاصة عند حضورهم ب اتباع التعليمات اللي حاطينها نحن بما خص الوقاية، يعني من جميع نواحيها حفاظا عليهم وعلى العاملين بالتعاونية. وأخيرا بحب يعني أتمنى مثلي مثل كل لبناني ومثل كل إنسان بهذا العالم، نتمنى أنه نخلص بكير وعلى خير وبأقل الخسائر من هذا المرض الداهم العدو الشرس اللي عم يجتاح البشرية، وترجع الأمور تنتظم إن شاء الله مثل ما لازم إن شاء الله. دكتور يحيى خميس المدير العام تعاونية موظفي الدولة، شكرا لك. طبعا مشاهدينا اتصالاتكم على 04-444-444. بحب أقول أنه صحيح صدر تعميم مجلس وزراء الإدارات، هي عم تعمل مناوبة ببعض المراكز والوزارات والمؤسسات العامة. مثلا بالنسبة للي سألوني على هيئة السير، ما في مالية بهيئة السير، يعني إذا واحد بده يدفع ما في حدا موظفي مالية، ولكن المناوبة عم بتكون لإجراء يعني ملفات عم بيخلصوها. بينما المعاينة الميكانيكية امبارح كانوا عم بيعقموا عم يستقبلوا، ولكن اليوم أكيد في قلق عند الناس اللي عم تطلع للمعاينة الميكانيكية لأنه بتقطع على كتير ناس وخايفين شوي من الموضوع. باخذ اتصال. الو الو اهلا بونجور مدام ريبيكا. بونجور، معك مدام شاية من صوفر. ايه اهلا فيك مدام. انا بدي اطرح مشكلة التعليم اونلاين. نعم. نحن انا ماني قدرتي اعلم اولادي اونلاين. نعم. وعندي 3 اولاد وما عندي واي فاي، جوزي بيشتغل نص معاش والبنوكي ما عم بيقبضوه، فبقى يسمح لنا فيها مع الوزير لأنه أولادي رح ينظلموا، أولاد يتعلموا أولاد لا. خلينا ليك، هي التعميم صدرت امبارح وقيد أكيد الدرس بهذا الموضوع، خليني نشوف كمان نطرح على معالي هالموضوع هذا اللي بينطبق مش بس على أولادك، على كتار يمكن كمان، خلينا نشوف شو الحل الأنسب لإلهم بهذا الموضوع. أهلا وسهلا فيك. كمان اتصال، ناخذ فاصل وبعده نتابع. منتابع الحل عنا عبر الام تي في، باخذ اتصال جديد. الو مساء الخير ست ريبيكا. اهلا فيك ستنا.
إيمان أبو عنوان. أهلاً معك. أهلا ست إيمان تفضلي. أهلا فيك. أول شيء بدنا نتمنى لكل هاللبنانية الله يخلصنا من هالأزمة إن شاء الله. وعندي رسالة بالنسبة للكورونا. نعم. اللي هي كتير عم تنتشر. نعم. بطلب من كل اللبنانية يشوفوا الفيديو WHO/UN Agenda 21/30. هيدي منظمة الصحة العالمية. نعم. واللي عم يحكي إنه G5 واحد من أهم الأسباب لحد هلأ اللي بيقولوه وراء الكورونا، وخاصة هالفايبريشن، وحتى بالبوتس اللي كانوا رايحين سياحة، هيدي البوتس تبين انه كمان عندهم الجي 5 والناس من شان هيك انصابت. نعم. هلا انا كمواطنة رسالتي لكل اللبنانية وتمنياتي لهم، خاصة التلاميذ اللي بالبيت، تخفيف استعمال الموبايل خلال النهار قد ما فينا، ومش ضروري كل دقيقة نفتح كل الفيديوهات ومليون مرة من خلال الموبايل. إذا فينا نستعمل كل شيء على الكمبيوتر الكبير أخف ضرر. أو يحضروا تلفزيون، لأنه كل التلفزيونات عم بتحط كل كل شيء، يعني كل المعلومات الحديثة وكل شيء وتعليمات وتوجيهات وكله. فعلا فعلا. وبعدين رسالتي ست ريبيكا للمستشفيات. نعم. ليش بأوض المرضى كلنا بنعرف انه في كود، كل زائر للمريض في يحط الكود ويفوت على الانترنت للمستشفى. نعم. بفتكر انا انه البيشنت بالمستشفى بدهم اقل فايبريشنز، وبكل المستشفيات في تلفزيونز وكل هالمرضى فيهم يشوفوا نفس الشيء كل التشانلز بقى. والحقيقه قبل ما اطلع، كوني مش خبيره بهالموضوع، استشرت حدا اكثر من حكيم. الالتصاق بالموبايل وكثرة شوفة الميديا بتأدي لضرر كبير، بتأدي لضرر أولا على خلايا الدماغ، بعدين للتلاميذ والأولاد الصغار على أعصابهم. بقى بتمنى من كل الأهل يكون في وعي بهالموضوع، مش أكثر من نص ساعة لساعة الموبايل ماكسيموم يستعمل خلال 24 ساعة للأولاد. شكرا لك دكتور إيمان أبو علوان، بعرف قديشك ناشطة خصوصا كمجتمع مدني وبكل القضايا اللي بتهم الأولاد، فكيف بموضوع الكورونا يلي كمان شاغل كل العالم. شكرا لك. باخذ اتصال اخر. الو الو تفضل. بونجور. بونجور. شو عندك؟ سوري، عندي مداخله انا بالنسبه للمستشفيات. ايه تفضل. نعم. اوكي. هلا ما بعرف هون دور وزاره الصحه او هاي المعلومات، في عندنا مستشفيات نحن كانت مسكره. نعم. مثلا مثل مستشفى الباستور، مثل مستشفى الحج بعشقود، مثل مستشفى سان بيير ايبول قديما بجديده، مثل مثل مستشفى سيدة لبنان. سيدة لبنان مش مسكرة، سيدة لبنان موجودة مش مسكرة، بس سيدة لبنان بعتقد انا معلوماتي، ما بعرف اذا صح ولا غلط، في ثلاث طوابق مسكرينه. يعني أوكي. يفتحوا طابق من الطوابق اللي سكروها يمكن قصرا وقت صارت الأزمة، يمكن الأزمة مزبوط مزبوط. هلا مثلا مثل كامسي كمان عندهم ذات المشكلة. نعم. وكمان يعني فينا نعمل، يعني برأيك كل المستشفيات اللي أقفلت تماما فيها نرجع نفتحها للحجز الصحي هلا، والمستشفيات يلي أقفلت أقسام عندها لضرورات الأزمة المالية والاقتصادية اللي صارت فيها كمان يستعملوها هلا للحجر الصحي؟ مظبوط. هلا كمان في عنا، تفضل، في عنا فينا نعمل شغله تانية كمان. نعم. فينا انه هالمستشفيات يمكن اللي قادره، اللي عندها 50 مريض و60 مريض و100 مريض، سوري، اللي كاسر اجره، اللي كاسر ايده، هودي ما عم بيتركون بالاوبيتال، ما عم بيتركون، يعني عم يعملوا أوكي. العمليات وعم بيودون دغري على بيوتهم، ما بقى في فينا ننقلهم. سوري مدام بنادي، تفضل. فينا ننقلهم، فينا نفضي مستشفيات، فينا ننقلهم نحطهم بمستشفى 2 3 4 ونفضي 5 6 مستشفيات، المستشفيات المهمة. يعني فينا هدول المرضى اللي منهم انه فينا، يعني بكل مستشفى بفوت 10 مرضى و20 مريض عليها بالنهار بيستقبلون، فينا نحصرهم بكذا مستشفى ونفضي مستشفيات بس لهذا المخصوص وتكون مجهزة. وبعتقد نحن عنا مستشفيات كتير بلبنان. نعم. يعني إذا بنعمل أحصائيات
قد ايه عندنا مستشفيات بلبنان؟ بتخيل عندنا مستشفيات اكثر من فرنسا، يعني على مرة. على 5 ملايين نسمه بلبنان عدد المستشفيات وانتشارها، بعتقد هيدا شيء ايجابي انه يسهل بعمليه اذا صار حالات اكثر استقبالها، مهم تكون مجهزه. انا بدي اشكرك وبدي اقول بدي اشكر اكيد كل يلي وضعوا اليوم اماكن ان كان بالمناطق والمحافظات، يعني اذا بدي اعددهم بخاف انسى، يعني مطرانيه الموارنه بالحفاد، بيت عنيا بحريسه، فنادق بطرابلس، بعكار كمان مستشفى، يعني وين ما نوجد اليوم هالاماكن هيدي نحن بدنا نقول لهم شكرا انه عم بتفتشوا لتلاقوا الاماكن يلي ممكن فيها حجز صحي للناس حتى ما ينتشر الوباء اكثر. ومثل ما قلت يعني صديقي هلا كمان عندنا مستشفيات مقفله فينا نفتحها وتكون هي اماكن هلا، وان شاء الله يا رب ما تزيد الاعداد وتنحصر كثير حتى يعني نوفر كثير على المواطنين وعلى على صحتهم. باخذ اتصال اخر. الو. ايه اهلا مسيو، تفضل. معك عمر بركي. اهلا مسيو عمر، تفضل. ايه كان بدي اقول لك انه انا شريت سياره وسجلتها. نعم. بالنافع. نعم. ودفعت عليها 2.5 مليون وخدت وصل وخدت ورقه دفتره من النافع اللي هي تابعه لوزاره الداخليه النافع. نعم. وب 11 الشهر عم نزل بنتي على المطار مسافره على دبي، وقفني حاجز الجيش تبع المطار، طلب وراء السياره، اعطيته وراء السياره، حطني على جنب، قال علي مشكلة السيارة. ما عرفت شو هي المشكلة، دليتني واقف ساعة تقريبا على الحاجز، بعدين فوتوني لجوا قالوا لي بدك تفوت لجوا من نحقق معك لأنه السيارة مبينة مسروقة. بقى فتت، كنت الساعة 3 بعد الظهر، فتت من الساعة 3 للساعة 6 لحتى بدهم يحولوني بعدين على الضابطة العدلية والإدارية التابعة للدرك بالمطار، وحولوني لهنيك. و بتعرفي بس من الساعة 3 للساعة 6 على تتفيش، على كلبشات، على مثل كأني عن جد سرق السيارة، مع أنه أنا فرجيتهم أني دافع حقها وفرجيتهم تشيك البنكير اللي عملته بالبنك ودفعت لها حقها للسيارة لصاحبة السيارة، وقلت لهم هاي رقم إذا بدكم احكوا معها، وكل هالشي ما نفع، كنت بدك تتحول للدرك. مهم وصلنا على الساعة 6 على الضابطة الإدارية والعدلية بالمطار، تلفنوا حققوا معي وعندي رقم التحقيق اللي يعني الكتاب اللي صار فيه التحقيق، قال بدك تبيت أنت بالحجز لتاني يوم لحتى نحولك على مخفر زحلة لأنه ما صار في كف بحث عن السيارة، يعني سيارة غلطة من المخفر تبع زحلة أنه ما شال الإشارة عنا أنها مسروقة. يعني نعم، يعني هيدي غلطة كان مفروض على الدرك يشيلوا الإشارة إنها مسروقة وتنبعت على النافعة، لأنه لما رحت ودفعت وعملت معاملة السيارة ما حدا قال لك في عليها شيء 100%. ما كنت اشتريتها أنا لو قالوا لي مسروقة. وانت هلأ أكيد عم بتطالب أقله معنويا اعتذار على القليل على كل الوقت. أنا بدي ما بشتريها معنويا أنا بعرف إنه الظرف هلأ ظرف كورونا، ولكن في عدم التسرع كمان في كرامات الناس يا أستاذ، معلي. ايه بس أنا كمان بدي حدد المسؤولية لحتى هالشي ما يتكرر مرة تانية. وأنا بشكرك إنك تلفنت بهذا الموضوع حتى ننبه كل المعنيين بهذه القضايا، في كرامات للناس، نحن أكيد مهما صارت ظروف كل الناس تحت القانون، ولكن أنا بدي أسألك مدام ريبيكا، أنا وقت بيت بالنظارة بالمطار بيكون معي تجار يعني مخدرات معي وفي كورونا، معقول يكون لقطت الكورونا أنا بالمطار وبعدين نقلته لعائلتي؟ طب أنا شو ذنبي إذا هن عارفين إنه هيدا غلطة من عندهم، ليه لا يبيتوني بالحجز؟ يعني أنا مسيو بركي بدي أقول لك إنه كمواطن لبناني بدنا نقدر يمكن ظرف ما، ولكن نحن من خلال هالاتصال هيدا بدنا ننبه اكيد انه التروي مرات ببعض الامور، ويا ريت كل انسان بيعمل شغله. ما كنت حضرتك وصلت للي وصلت له وتعرضت له، اهلا وسهلا فيك. ما بعرف اذا في اتصالات، ولكن في صوره اليوم بنشوفها سوا. حبيتها هالطبيب ما بعرفه، ولكن هيك أنا مثل كل الناس كمان بيوصل لي شيء على فيسبوك الحل عنا، شفت أنه هالطبيب عم بيقول أنه أنا باقي بشغلي كرمالك، بس أنت كرمال صحتك خليك بالبيت كرمال حالك.
بفتكر بتختصر كتير واقعنا اليوم يلي مطلوب أكتر من وقت تاني. أنا طبعا بشكر كل يلي عم بتابعونا، وبدي قبل ما أنهي وإن شاء الله يكون بعد عندي كم دقيقة حتى أقول إنه اليوم صحيح صار في تعاميم من مجلس الوزراء وعلى الوزارات، ولكن اليوم بالواقع عم بيكون في كتير مطارح بسمنة ومطارح بزيت إذا بدي سميها. على سبيل المثال اليوم الدليفري هل هو مسموح ولا لا؟ في مناطق مسموح في مناطق لا. السوبر ماركت الكبيرة في منها مطارح بتعمل مناقيش وبتعمل فرن بدهم يسكروا لهم إياها، بينما في مناطق تانية تركوها. في مناطق عندهم في مولات مثلا عندها طابق كله أكل وطابق تبضع، ممكن يسكر التبضع نترك الأكل أو نسكر الأكل نترك التبضع اللي هو السوبر ماركت للناس. في تفاصيل صغيرة للحقيقة للبلديات عم تقدر هي تعطي القرار المزبوط، ولا الوزارات موضحتة، ولا القائم مقامين والمحافظين كمان، يعني كل واحد مثل كأنه ما في خلية أزمة وحدة، مثل كأنه ما في قرار واحد يسري على كل الأراضي اللبنانية بهذا الموضوع. بحب شدد كتير عليه لأنه في ناس بدها تسترزق وحدها ناس عم تسترزق وهن مانعينا، يعني ضيعة مانعة تنقول حدا يفتح منقيش، الضيعة التانية اللي حدا ما بتفرق خمس دقايق بيفتح. نحن طبعا الوقاية انطار علاج، ولكن خلي تكون تدابير على كل الناس. هذا يلي بتمناه، على أمل التقى فيكم بكرة عبر الحال عنا الام تي في. إلى اللقاء وإن شاء الله بتبقوا سالمين.